بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي في الله، مع غياب الشمس أحببت أن أتذكر معكم هذه الآية العظيمة التي يقول الله تبارك وتعالى فيها: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. الكافر كان يسجد للشمس عند غروبها، لذلك أمرنا الله أن نسبح بحمده أثناء غروب الشمس، لأن هذا العمل نتيجته الرضا. لعلك ترضى، انظر أخي الحبيب إلى عظمة هذه الآية. إذا كنت تعاني من مشكلة، إذا كنت غير راض عن حياتك، إذا كنت غير راض عن الواقع الذي تعيشه، إذا كنت غير راض عن أهلك أو أسرتك أو رزقك أو عملك أو دراستك، إذا كنت غير راضي عن الواقع بشكل عام، فعليك بالتسبيح قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، لأن الله تعالى يقول لعلك ترضى. إذن أيها الأحبة، نعيد هذه الآية ونقول: فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. صدق الله العظيم.